بكم طلاب الصف الثالث الاعدادي، ميعادنا مع المراجعه النهائيه الترم الثاني لغه انجليزيه، وان شاء الله كل فيديو هيبقى فيه مراجعه على يونت، هنراجع المنهج بالكامل وهناخد يونت يونت زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هنبدا بيونت 10 في بعض طبعا الكلمات المهمه، الاكسبريشنز، الجرامر، الحاجات المهمة في الجرامر، وكمان هيبقى فيه برضو تدريبات على الموجود في اليونت. طيب تقدروا تحملوا كمان المذكرة دي عشان نراجع كمان مع بعض. تقدروا طبعا زي في أي وقت توقفوا الفيديو وتراجعوه تاني، وتقدروا ترجعوا للفيديو مرة تانية من خلال اشتراككم في القناة Learning for the Future، التعلم من أجل المستقبل. طيب أول يونت معانا يونت 10، هنبدأ بالجرامر. والجرامر معانا النهارده future forms. future forms اللي هي اشكال المستقبل، يعني ازاي ان انا بتكلم بصيغه المستقبل. عندنا مع بعض اول حاجه في المستقبل ال future بنستخدم will عشان اتكلم على حاجه هتحصل في المستقبل، بستخدم will. will في الاثبات وwant في النفي. يعني لما اجي اتكلم بصيغه الاثبات اتكلم اقول ويل، لكن لو انا هنفي الجمله اقول ايه؟ وونت. طيب التكوين بتاع ويل ايه؟ بيبقى فيه فاعل بعد كده ويل او وونت لو هو نفي، زائد مصدر الفعل. مصدر الفعل اللي هو الانفينيتيف، يعني الفعل مش مضاف له حاجه خالص. طب ازاي انا بستخدم الصيغه دي امتى بقى؟ بستخدم الصيغه دي امتى؟ بستخدمها عشان اتنبأ على حاجه هتحصل في المستقبل بس ما عنديش دليل عليها. بقول عرض وطلب، اتخاذ قرار سريع، وعد بوعد حد بحاجه، تهديد بهدد. السن في المستقبل بقول ان هو هيبقى كام سنه مثلا في المستقبل. وهناخد الكلام ده من خلال الامثله الاكزامبلز اللي عندنا. بتيجي كمان الويل في المستقبل بيجي مع الكلمات دي، اقول مثلا I think، I am sure، I believe، I expect. I expect يعني أتوقع، I believe يعني أنا بعتقد، probably من المحتمل. فكلها حاجات ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، لكن هي مجرد تنبؤات، أو أنا باخدت قرار سريع، أو أنا بوعد حد بحاجة، أو بهدده، أو بقول سن شخص هيبقى كام في المستقبل. تعال ناخد أول example معانا. I think it will rain tomorrow. يعني انا اعتقد ان هي هتمطر بكره. طب هل هي هتمطر بكره ولا لا؟ انت وظروفك بقى. بس هو كل الفكره ان هو تنبؤ بس مفيش دليل عملي، مفيش دليل ايه؟ عملي. طيب باخد قرار سريع. The doorbell is ringing، يعني الجرس بيرن. I will open the door، انا هفتح الباب على طول، فقرار سريع. I will call you when I arrive at hotel. وانا يا رايفت لما اوصل بقى البيت هيقول ايه؟ اي ويل كول يو، انا بوعده في وعد. لاحظ ان وين هنا جاء بعدها ايه؟ مضارع بسيط، والجمله الاخرى تستخدم فيها ويل والمصدر. فهنا لما يبقى في جملتين فيها وعد في جمله بتبقى مضارع بسيط، والجمله الثانيه بتبقى ويل والايه؟ والمصدر. طيب كمان في الفيوتشر فورمز في بنستخدم جوينج تو، وبعرفنا كده ويل امتى بنستخدمها. نخش على going to. going to يعني سوف برضو، تمام. بتبقى فاعل، تكوين بتاعها فاعل، و am او is او are على حسب الفعل طبعا. I بياخد am، he و she و it تاخد is، we و you و they ياخدوا are، that it plus going to بعد كده الفعل في المصدر او الانفينيتيف. وللنفي بنستخدم طبعا نوت بعد ام او از او ايه او ار. طيب بنستخدم جوينج تو امتى؟ لما اكون بعمل خطط مستقبليه مؤكده او تنبؤ بناء على دليل. هنا دي جوينج تو مختلفه خالص عن ويل. احنا قلنا ويل بتنبؤ بدون دليل، او باخد قرار سريع، او بوعد واحد من غير خطه. لكن جوينج تو بستخدمها لما بكون عندي خطه مستقبليه مؤكده، انا حاطط خطه، فانا اقول ايه؟ I am going to كذا. I am going to يعني أنا هعمل كذا طبقا لخطة مستقبلية أو تنبؤ
بناء على ايه؟ على دليل، في دليل ملموس قدامي فانا بتنبأ، بس تنبؤ ايه؟ حقيقي. تعال نشوف مثلا اكزامبل مع بعض. We are going to stay، احنا هنقعد with our relatives this weekend، هنقعد مع قرايبنا. relatives يعني قرايب. We are going to stay with our relatives this weekend، هنقعد الويك اند بتاعنا ده مع ايه؟ مع قرايب. طبعا هنا دي خطه، فطبعا حاجه مدروسه معروفه ان انا مظبط حالي ان انا اقعد مع القرايب، فاقول ايه؟ We are going to stay. تنبؤ مع وجود دليل بقى، اقول ايه؟ There are a lot of clouds in the sky، في سحب كتير في الايه؟ في السماء. It is going to rain، هتمطر. طبعا انا قلت هتمطر على اساس ايه؟ It is going ليه؟ عشان في سحب كتير وغامقه، يبقى هي باينه كده من شكلها ان هي هتمطر، في دليل على كلام. لكن انا اقول مثلا It will rain، It will rain دي هتمطر، ده مجرد تنبؤ بس مفيش دليل عليه. بستخدم كمان البريزنت سيمبل او المضارع البسيط عشان اعبر عن المستقبل، تمام؟ ده نمبر 3. احنا قلنا فيوتشر فورمز لي ويل، بستخدم ويل، بستخدم جوينج تو، وكمان بنستخدم بريزنت سيمبل او المضارع البسيط. ويتكون من ايه المضارع البسيط؟ طبعا ده زي ما قلنا ايه، الاي وي ويو وذي بيبقى الفعل في المصدر زي ما هو، وهي وشي وات بنحط اس للفعل او على حسب الايه الفعل سواء كان شاذ او عادي. طيب التكوين يوضح الفعل في التصريف الاول، مع نوضح في التصريف الاول اللي هو ايه؟ اللي هو من غير ما تضيف له حاجه، يعني اي وي وي وذي للجمع زي احنا قلنا. زي مثلا بقول اي ترافل تو اسوان افري يير، انا بسافر اسوان كل سنه. طب اذا كان فعل الجمله مفرد غائب هي وشي وات، او علي مثلا او اي شخص، بضيف اس او اي اس او اي اس على حسب الفعل. اقول مثلا the train leaves at 9 p.m. the train leaves، سيغادر القطار الساعه 9 مثلا. هنا سيغادر القطار ترجمتها كده. ليه بقى؟ لان دي عباره عن حقيقه، فهنا طبعا الترين ليه ميعاد محدد للقيام، معروف مجدول في جدول وكل حاجة. فأنا بستخدم هنا البريزنت سيمبل عشان خاطر أبين المستقبل اللي هيحصل فيه إيه، طبقا لإيه؟ طبقا لجدول زمني محدد. نستخدم دو أو داس في السؤال والنفي، وبعدهما الفعل في المصدر، تمام؟ يعني مثلا أقول ذا ترين اقول مثلا the train doesn't leave، وبعد طبعا كلنا عارفين ان بعد do او does او did او don't او doesn't او didn't بيجي الفعل في المصدر. طيب بنستخدمه امتى؟ عند الحديث او السؤال عن احداث مرتبطه بجدول المواعيد، تايم تيبل. يعني في جدول، في حاجه ثابته هتحصل. اقول مثلا the plane takes off at 9 a.m. tomorrow، الطيارة هتقوم الساعة 9 بكرة. طب هنا مفيش ويل ولا جونج تو، طبعا ايه؟ ليه استخدمت البريزنت سيمبل؟ عشان خاطر بتعبر عن جدول محدد. فبستخدم هنا صيغة المضارع البسيط للتعبير عن الايه؟ عن المستقبل. طيب What time does your bus arrive on Saturday؟ What time does your bus arrive؟ هنا استخدمت برضه مضارع ايه؟ بسيط عشان اعبر عن حاجة في المستقبل. طيب نمبر 4 الفيوتشر فورم، برضو عندنا بريزنت كونتينيوس المضارع المستمر. ايه ده كمان المضارع المستمر بستخدمه بعبر بيه عن المستقبل؟ طب التكوين بتاع المضارع المستمر ايه؟ فاعل و am و is او are بلس فيرب اي ان جي. طيب بنستخدمه ازاي بقى؟ عند الحديث عن اشياء تم الترتيب لها في المستقبل. تم الترتيب لها ايه؟ في المستقبل. يعني في حاجه ترتبت في المستقبل. اول مثال مثلا I am doing a test next Monday. I am doing a test next Monday. استخدمت هنا am طبعا وverb ing. طب ليه هنا استخدمت البريزنت سيمبل؟ عشان طبعا انا بقول ان انا مجدول ومظبط نفسي ان انا امتحن يوم الاثنين، فحاجه طبعا اساسيه معروفه ومخطط ليها وتمام، وهي حاجه هتحصل في المستقبل ومضمون انها تحصل. طيب Our class is visiting a museum tomorrow.
طيب طبعا المدرسة عملت رحلة للميوزيوم المتحف بكرة، فكل حاجة متجهزة، فاحنا هيبقى في زيارة، فبستخدم البريزنت كونتينيوس عشان اعبر عن المستقبل في حاجة هتحصل متظبط لها. تمام. طيب نلاحظ حاجة، انه اذا جاءت كلمات مثل decide او intend او plan في الجملة نستخدم going to. ليه بقى؟ لان decide يعني يقرر، في قرار متاخد، intend يعني عنده النية، plan يعني ايه؟ يخطط. اذا جاءت كلمات مثل arrangements ترتيبات او arrange نستخدم am او is or verb ing. تمام. arrange او arrangement. ناخد طبعا function box ده بيبقى فيه عبارة عن وظائف لغوية، هنشوف buying أو booking a train ticket. طيب can I book a single or return ticket to Alexandria please؟ يعني هل يمكنني حجز single، يعني أنا إيه رايح بس مفردة، return رايح راجع، عايز تذكرة رايح جاي أو تذكرة رايح بس، فهو بيقول له إيه can I book a single or return ticket to Alexandria please؟ يعني السؤال بيقول can I book a single ticket to Alexandria please؟ أو لو عايزها رايح راجع أقول إيه can I book a return ticket to Alexandria please؟ طيب would you like a first or second class أو class؟ كلمة class أو class الاتنين صح، في حاجة American وبريتش، يبقى would you like first or second class؟ عايز درجة أولى ولا تانية؟ ده السؤال. كل الأسئلة دي مهمة جدا تتحفظ عشان خاطر في الديالوج في المحادثة conversation اللي هتيجي، الأسئلة دي مهمة جدا. How long does the express train take؟ How long كم مدة ليستغرقها القطار زي express train take؟ طيب How much is that؟ How much is that ما ثمن ذلك؟ How much؟ How much يعني إيه؟ كم سعر؟ أو كم كمية برضه؟ تيجي الاثنين مع بعض. How much يعني كم سعر او كم كمية. How much is that يعني هنا دي معناها كم سعر او كم ثمن ذلك please. ونلاحظ ان كلمة please دايما بيجي قبلها ايه كومة. خلي بالنا من الموضوع ده. please يجي قبلها ايه كومة. طيب. Could you tell me which platform the train leaves from؟ يعني تقدر تقول لي لو سمحت اي رصيف هيجي عليه القطار او هيغادر منه القطار. Could you tell me؟ Could you tell me يعني هل تستطيع اخباري، او قول لي which platform اي ايه اي رصيف the train leaves from. تمام. دي language function. ناخد كمان language notes. buy او book. buy او book a ticket يحجز او يشتري ايه تذكرة. book a hotel room. book يعني يحجز، هنا خلي بالنا مش معناها كتاب. book a hotel room يعني يحجز غرفة ايه نوم. take the sleeper train. take the sleeper train يعني يركب ايه او ياخد قطر ايه قطر النوم. move to a new house يعني ينتقل. move to a new house ينتقل الى منزل جديد. go on a journey يذهب في رحلة. go on خلي بالنا go on يعني يذهب فيه. go on a journey يذهب في رحلة. arrive in يصل الى مكان معين او مكان كبير. يصل الى مكان كبير يعني مثلا arrive in Cairo مثلا. تمام. بيصل الى مكان كبير. arrive at يعني يصل لمكان صغير، يعني مثلا arrive at school يصل الى المدرسة، ده مكان صغير، لكن انا بتكلم على مدينة او مكان كبير بستخدم ايه arrive in. تمام. from Cairo to Aswan. from Cairo to Aswan من from to. from يعني من to الى. يبقى from Cairo to Aswan من القاهرة لأسوان. travel او go in first class يذهب في الدرجة الأولى. go in احنا هنا خلي بالنا go on يعني يذهب في رحلة. go on a journey. لكنها go in first class يعني يذهب في الدرجة الأولى. خلي بالنا من الاختلافات دي مهمة جدا. it takes about 13 hours يستغرق about يعني حوالي. it takes about 13 hours يستغرق 13 ساعة. get into أو get out of. get into يعني يدخل. get out of يعني يخرج من. get into a car يدخل إلى سيارة. get into a taxi يدخل إلى التاكسي.
get out of a car يعني يخرج من السيارة. get out of a taxi يخرج من ايه؟ تاكسي. طيب travel to يعني يسافر الى، يجي بعدها مكان. return to، return to يعني يعود الى. stop at او stop in الاقصر، تمام الاثنين صح. stop at او stop in الاقصر. on his way to، on his way، on way يعني في طريق. on way، on his way او on their way او on her way في طريقها ايا كان، لكن on way، on his way يعني في طريقه الى. leave from، leave from يعني يغادر من، يجي بعدها مكان. spend money يعني ينفق مال. have a meeting، have a meeting يعني ده ايه اجتماع. get on يعني يركب. get off يعني ايه ينزل. get on يعني ايه يركب. get off يعني ينزل. get on a bus، a ferry، a plane، train، يجي بعد الحاجات دي كلها. خلينا بالنا نلاحظ ان هنا get into و get out of. get into a car او a taxi و get out of a car او a taxi. دول نلاحظ get into او get out of بنستخدمها مع car و taxi بس، لكن get on يعني يركب او get off بتيجي مع الحاجات دي. باص و ferry، ferry يعني عبارة او مركب كبير. بلين و train طبعا عارفينها، تمام مهمين جدا دول. يبقى get into او get out of بيجوا مع taxi و car، لكن get on و get off بيجوا مع باص و ferry و بلين. ملاحظ ان دي حاجات الكبيرة، دي الحاجات الايه الكبيرة الضخمة واللي بتنتقل من مكان لمكان بعيد، لكن دول كار وتاكسي حاجات صغيرة او get into او get out of. طيب along the way، along the way يعني معناها بطول الطريق. along the way a problem with يعني مشكلة مع، يعني مثلا I have a problem with أحمد، عندي مشكلة مع أحمد مثلا، تمام. عندنا verbs مهمة arrange تبقى arranged في الماضي، prepare تبقى prepared في الماضي، arrive تبقى arrived في الماضي، discuss تبقى discussed في الماضي، climb، travel، earn، explain، transport يعني ينتقل، stop تبقى stopped، leave تبقى left، left ده التصريف الثالث، left في الماضي يعني غادر، spend تبقى spent، spent تمام كده. وطبعا دي الكلمات دي برضو ممكن نقولهم سريعا. destination، destination يعني واجهة، يعني واجهة يعني مكان مقصود، يعني انا بحدد الديستنيشن بتاعي او محدد المكان اللي انا بروح له، يعني مثلا لما اجي اخد مواصله بتاع بحدد الديستنيشن او المكان. سيناري يعني منظر طبيعي. كاريج، ميتنج، بوكينج، ريتيرن، ايكونومي، اوبينيون، جورني، سليبر ترين، سليبنج كار، بزنس، فيرست كلاس، سكند كلاس، نيبرز، تايم تيبل، ديسيجن، بروميس، سنجل، اير كونديشنينج، communication، passenger، the express train، قطار السريع، express train، the stopping train، قطار التوقف، أو اللي هو قطار المحطات، اللي هو كل شوية يقف يعني، اللي هو كل شوية يقف في محطة، قطار الركاب، the stopping train، price، railway، ferry، platform، mountain، natural، event، ticket، assistant، museum، station، track. جي دلوقتي ناخد exercises على الـ unit 10. ناخد اول حاجة conversation او dialogue ما بين هدى وسلمى، تمام. هدى بتقول hello سلمى، what are you doing next weekend، what are you doing next weekend، هتعملي ايه في الويكند بتاعك. طبعا نلاحظ ان هي استخدمت هنا ايه الـ present continuous، تمام. ردت عليها طبعا تلاقي حاجه، تلاقي تو ابارت ان كايرو، تو ابارت ان كايرو. يس ماي انكل اند انت ار هافينج ا فاميلي بارتي ات ذير هاوس، عاملين حفله في القاهره. طبعا هتلاقيها سالتها سؤال، هتلاقي وي ار ترافلينج ذير اون ثيرزداي نايت، هنسافر يوم الثلاث بالليل. سألتها سؤال
لا by co by couch. What time does the couch go؟ الساعة كام؟ طبعا كلمة couch كوتش معناها أريكة، بس هنا معناها قطر نوم، تمام؟ خلي بالك couch باليو معناها قطر نوم، لكن couch هنا بالاو معناها مركبة أو عربية يعني، تمام؟ طب ناخد واحدة واحدة. Hello Salma, what are you doing next weekend؟ هتعملي ايه الاسبوع اللي جاي؟ الاجازه طبعا هترد عليها تقول لها ايه؟ قلت لها I will، ينفع I will طبعا ايه؟ I am traveling to Cairo، I am traveling ايه؟ to Cairo، انا مسافر للقاهره. قلت لها to a party in Cairo، لحفله في القاهره طبعا. قلت لها yes my uncle and aunt are having a family party at their house، عاملين حفله في بيتهم. سالتها سؤال قلت لها we are traveling there on Thursday، طبعا السؤال هيكون ايه؟ Where are you going to travel؟ أو where are when are you traveling؟ When are you traveling؟ تمام؟ أو what time are you traveling؟ ساعتها سؤال طبعا هتقول لها إيه؟ how إيه؟ how you are traveling؟ أو how will you travel؟ هتلاقي by coach. What time does the coach go؟ What time يعني الوقت اللي هيمشي فيه الكوتش دوت او العربة دي. طبعا مثلا ممكن تجاوبها تقول لها ايه؟ اي اجابة طبعا تكون محددة في ساعة محددة. ممكن تقول لها at 10 o'clock مثلا. At 10 o'clock. Write what you would say in each of the following situations. دي المواقف هتقول ايه في الموقف ده المفروض. You wanted to know the price of the first class ticket to Aswan. عايز تعرف سعر الدرجة الأولى تذكرة الدرجة الأولى لأسوان. هتقول ايه؟ طبعا how much زي ما احنا خدناها هنا، ممكن نرجع لها تاني. How much is first class tickets to Aswan؟ How much is first class ticket to Aswan. You are at the Cairo railway station and you want to book a single ticket to Aswan. انت دلوقتي في محطة القاهرة وعايز تحجز تذكرة لأسوان. تقول ايه؟ ممكن نرجع تاني اهو. Can I book a single ticket to Aswan please? Can I book a single ticket to Aswan please. هنا محدد لك single. Can I book a single ticket to Aswan please. الحاجة the assistant asks you if you would like a first or second class on the train. The assistant asks you if you would like a first or second class ticket on train. عايز درجة أولى ولا تانية؟ هتقول له طبعا I want a first class please أو a second class please، أي حاجة زي ما أنت عايز. I want a first class please أو I want a second class ticket please. طيب you wanted to book a ticket for the train from Cairo to Luxor. You are coming back on Thursday. يعني أنت عايز تحجز في القطر بتاع القاهرة من القاهرة للأقصر وهترجع يوم الاربع، يبقى تبقى ايه؟ يبقى ريتيرن، تمام. Can I book a return ticket to Luxor please? Can I book a return ticket to Luxor please? Choose the correct answer from A, B, C or D. Mustafa's birthday on Tuesday. He space 25 years old. طب he is going to ولا will be ولا is؟ ولا طبعا هي will be. ليه بقى will be؟ لان احنا قلنا نستخدم will عشان نتنبأ بسن هيحصل في المستقبل، تمام. There are a lot of people who are waiting. The train is be busy. طبعا ايه the train ايه؟ is going be، is going ولا is going to be ولا is ولا will؟ طبعا is going to busy. ليه is going ومش will بقى؟ عشان خاطر في تنبؤ بدليل، دليلنا عشان في ناس واقفه كتير، تمام.
The express train, القطر السريع, space at 7 o'clock. يبقى ايه؟ leaves ولا is leaving ولا is going to leave ولا will leave؟ طبعا leaves, لان دي طبقا لجدول محدد فبستخدم الايه؟ المضارع البسيط. طيب we space in the restaurant carriage this evening. وايه؟ we eat, we are eating, we are going to eat ولا we will eat؟ طبعا we are eating, لان دي حاجة معد ليها وجاهزة. arrangement, ترتيب. The train is based to at Luxor early tomorrow morning. طبعا ايه stops ولا stopping ولا stopping ولا stop؟ طبعا stops. ليه؟ لان ده طبقا لجدول محدد. طيب I think it space not hot in Aswan. I think it ايه will be ولا is؟ طبعا طالما think يبقى ايه will على طول. Will be hot. The library is based at 4 o'clock, so please choose a book quickly. The library A closes, ولا is closed, ولا is closing, ولا is closed. طبعا closes. ليه بقى؟ لأن برضو the library ليها مواعيد محددة. فبستخدم ال present A simple. What time is based your bus arrive? What time A does your bus arrive? ولا do, ولا are, ولا is. طبعا what time does your bus arrive. بستخدم ال present سيمبل المفرد عشان خاطر دي طبعا ايه مواعيد. My father thinks that it space cold when we go to England. My father thinks that it ايه طبعا it ايه will be cold عشان هو بيتنبأ بس من غير دليل. طيب we space the sleeper train to Aswan tonight. We have booked the tickets. احنا حجزنا التذاكر. يبقى ايه we ايه we are taking the sleeper. We takes ولا we are going to take ولا we will take؟ طبعا ايه we are taking, we are taking ايه the sleeper train to Aswan tonight. عشان دي حاجة arrangement مترتبة لها فبستخدم present continuous. طيب my cousin is going to live in Cairo, so she has bought a or an ticket. بنت طبعا رايحه القاهره, so she has bought ايه رايحه تعيش في القاهره. يبقى هتستخدم single ولا ايه ولا returned؟ طبعا single بس عشان هي رايحه تعيش مش رايحه راجعه يعني. It's hot today. It's hot today but the hotel room is cool because it has air. Air ايه؟ air conditioning. air conditioning اللي هو ايه مكيف الهواء. Do you want to catch the stopping train or the A train? طبعا stopping train احنا قلنا القطر المحطات اللي بيقف كذا مرة ده, لكن الاكسبريس ترين يبقى ايه the express train. We love to watch the beautiful space from the train's one window. واحنا بنحب نشاهد ايه beautiful ايه from the train's window. tickets ولا journey ولا station ولا scenery؟ طبعا scenery المناظر الطبيعية, بنحب نتفرج على المنظر الطبيعي من الايه من شبابيك الايه القطر. We took a space to cross from one side of the Nile to the another. We took ايه a train ولا bicycle ولا ferry ولا car؟ طبعا كلهم ايه بيمشوا على الارض, لكن ferry اللي هي العبارة بتمشي في المية. From side, from cross from one side of the Nile. Nile هنا النيل طبعا, يبقى ايه ferry. تمام. Rewrite ده مهمة جدا. I have arranged everything to give a party next week. في الرايت ده بمنتهى البساطة انت بتستخدم بتشيل بتغير الجملة شوية. يعني مثلا هنا giving عايز استخدم giving. طبعا انا عندي give هنا, فgive تبقى giving ازاي؟ طبعا arrange ان انا طالما في arrange هنا يبقى انا بستخدم present continuous. يبقى اقول ايه I am giving a party. I am giving a party next week. I am giving a party next week. يعني أنا هعمل حفلة الأسبوع. هي نفس المعنى. I have arranged everything to give a party next week. عايز نفس المعلومة إن أنا هعمل حفلة. بس أنا بستخدم هنا إيه the present continuous عشان أعبر بيه عن المستقبل. يبقى أقول إيه I am giving a party next week. طيب. I intend to buy a new car. يعني أنا قررت أو عندي النية إن أنا أشتري عربية. يبقى ايه
I am going to buy a new car. I am going to. هنا intend يعني ان هي يبقى انا بستخدم going to. I am going to buy a new car. تمام. My plan is to spend the summer in مطروح. هنا plan و intend زي بعض بنستخدم going to. يبقى ايه؟ I am going to spend. I am going to spend the summer in مطروح. طيب. Succeed. We all expect. طالما في expect او believe او think يبقى انا بستخدم will. يبقى ايه؟ He will succeed in the exam. احنا بيقول لك احنا بنتوقع ان هو ينجح في الامتحان او بنتوقع نجاحه في الامتحان. يبقى شيل سيبك من will خالص وسيبك من expect. يبقى ايه؟ He will succeed in the exams. He will succeed in the, succeed. He will succeed in the exam. طيب. My father has promised. هنا في وعد. بستخدم will to buy me a smartphone on my birthday. يبقى ايه؟ My father will buy me. My father ايه؟ Will buy me. هيشتري لي a smartphone on my birthday. تمام. وبكده نكون خلصنا ال revision on unit 10. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنخش على revision in unit 11 زي احنا متعودين. هناخد الجرامر واللانجوج فانكشنز والكلمات وهناخد اكسرسايزز عليها. مهم جدا جدا جدا. وتقدروا تحملوا المذكره دي من الرابط اللي موجود في اسفل الفيديو. تقدروا تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم الفيديو اللي جاي على طول. اشوفكم بالتوفيق وربنا معاكم. مع السلامه.